مراتك كانت مصدقاك ان انت ما شفتش؟ اه طبعا. لا انا بهزر. لا طبعا طبعا. انا بس عشان هي معانا النهارده. اه يعني بتاكد برضو. لا لا مصدقاه طبعا. لا الحقيقه يعني بعد الانفعال بتاع اللي كان في الماتش الناس لما بتهدى بتدرك انه من المستحيل انه حد يغامر باسمه وتاريخه ومستقبله عشان في الوقت ده بالذات كمان. اه يعني لما الواحد يفكر بمنطق اي حد يفكر بمنطق هيلاقي انه خطا عابر، بس للاسف انه كان مترتب على الهدف ده هزيمه وخساره وكده. يعني في شويه ارقام بقينا كلنا حافظينها لها علاقه بالمونديال ومشاركات مصر في المونديال. احنا شاركنا ثلاث مرات في المونديال او مرتين ودي الثالثه ان شاء الله. بقى لنا 28 سنه ما تاهلناش. إنما كمان لازم نفتكر إنه مصر كان من ولادها الحكام أربعة فقط هم اللي شاركوا في تحكيم كأس العالم، والخامس هو ابنها الحكم الدولي جهاد جريشة. دي من المعلومات اللي لازم تنضاف للمعلومات اللي احنا حافظينها عن مشاركات مصر في كأس العالم للأسف.